شكرا. المنظومة الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله خلال خطاب العرش سنة 2021 تتأسس على أربعة محاور أساسية. المحور الأول يرتبط بالتعميم التغطية الصحية لجميع المواطنين. هذا الورش نجحت فيه الحكومة خلال سنة. اليوم جميع المواطنين المغاربة يمتلكون تغطية صحية حسب انتمائهم لكل الفئات. أيضا الشق الثاني أو الضلع الثاني من الأضلاع الأربعة يتعلق بالتعويضات العائلية. سينطلق نهاية دجنبر. الحكومة وضعت له التصور العام من خلال جملة من القوانين، رصد الإمكانيات المالية، وبالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد الذي يؤهل الفئات الأكثر هشاشة التي سوف تستفيد من هذه التعويضات. الضلع الثالث هو الضلع المتعلق بالتقاعد عبر إقرار نظام قوي يستحضر كل الإمكانيات اللي متوفرة عند بلادنا، وأيضا يستشرف الآفاق والبنية الديموغرافية للمجتمع المغربي. الشق الأخير هو الشق المرتبط بالتعويض عن فقدان الشغل عبر خلق آلية جديدة تستطيع أن تواكب يعني الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحفاظ على وظائفهم. منين كي يخرج هذا العمل كله؟ من أين يعني يجد الأسس الصلبة دياله؟ يجدها من العمل اللي قام به جلالة الملك خلال 20 سنة، عبر أولا تعزيز البنية التحتية القوية للمملكة لكي تصبح رائدا اقتصاديا، ثانيا عبر تعزيز الاستراتيجيات الاقتصادية والرفع من الناتج الداخلي الخام لكي يؤهل الفاعل العمومي لكي يرسم هذه التغطية الاجتماعية التي يجب أن تستديم في السنوات المقبلة. هذه هي العناوين الكبرى اللي اشتغلت عليها الحكومة الحالية في إطار واحد التراكم، وأيضا أخذا بعين الاعتبار مجموعة من التحديات اللي عرفتها بلادنا. كوفيد 19 أكد على ضرورة أن تكون المنظومة الاجتماعية منظومة قوية. أيضا بعض المحن اللي مرت منها بلادنا بحال الزلزال الأخير ديال الحوز، واللي بين مرة أخرى بأن بلادنا تحتاج إلى منظومة اجتماعية قوية، لأن يعني ليزانغريديون يعني العناصر ديال الالتقاء ما بين مختلف يعني الفئات ديال المجتمع موجودة، لكن يجب أن نحافظ على هذا التضامن عبر إقرار هذه القيم ديال التعاضد الاجتماعي، وهذا هو اللي غادي فيه بلادنا. على مستوى الاستدامة ترصدت له إمكانيات طيلة السنوات المقبلة. الكلفة دياله فقط التعويضات العائلية الكلفة ديالها هي 29 مليار ديال الدرهم، حوالي 3 مليار ديال الدولار في سنة 2026. الشق المرتبط بالتغطية الصحية 10 مليار ديال الدرهم للفئات الأكثر هشاشة. يبقاو الشقين الآخرين اللي غادي يشوفوا واحد المنظومة الإصلاحات كبرى تقوم بها الحكومة تحت الإشراف ديال جلالة الملك. طيب نتحدث عن النموذج الاجتماعي، ونتحدث منذ 2020 عن نموذج تنموي جديد بالمغرب. تحدثت عن الأزمات التي واجهها العالم والمغرب، مثلا جائحة كورونا أو مؤخرا الزلزال، وهناك أوضاع دولية إقليمية بالإضافة إلى كل ما هي أوضاع وطنية. كيف يمكن لهذا المشروع أن يتلائم مع هذه الأوضاع الوطنية الإقليمية والدولية؟ المغرب في تعاطيه مع مختلف المشكلات اللي عرفتها العالم اللي عرفتها البشرية عموما كان دائما يخرج أقوى لاعتبارات كثيرة. أولا نحن دولة أمة، ودولة أمة نمتلك مختلف العناصر ديال الانصهار حول العرش حول جلالة الملك. أيضا عندنا نظام سياسي مستقر سياسيا، هذا مهم جدا. عندنا يعني الانتخابات تمر في أوقاتها، تفرز حكومات منتخبة وبرلمانات وجماعات منتخبة. هناك حس عالي ومنسوب عالي جدا من التآزر والتعاضد والتعاون. هذه العناصر كلها خلت المملكة المغربية تكون متفردة في الإصلاحات اللي قامت بها. فمني كناخذوا المسار ديال الإصلاح في بلادنا هذه 20 سنة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، كنشوفوا بأن الإصلاحات لا تأتي هكذا عبثا، ولكن هناك مسار استراتيجي لرسم هذه الإصلاحات. انطلقنا أولا بالإنصاف والمصالحة عبر المسح ديال كل ما يمكن أن يشوش على يعني على التجربة الديمقراطية في السنوات الماضية. ثم جاءت التجربة الثانية ديال الإصلاحات الاقتصادية، إصلاح منظومات اجتماعية كالتعليم كالصحة ربما ما عطاتش النتائج، لكن كانت مهمة جدا كبداية من أجل إقرار هذه الإصلاحات الآن العملاقة والتي ستغير ملامح المجتمع. فلذلك هذا المسار ديال الإصلاح هو مسار يسير بتدرج، لكن يسير بشكل قوي ومتين.
اليوم الإمكانيات المالية ترصدت لهذا الورش هذا. الورش الاقتصادي أيضا يسير بخطى ثابتة بالرغم من المشكلات ديال التضخم اللي عرفها العالم، بالرغم من المشكلات ديال قلة التساقطات اللي احنا ضحية ديال الاحتباس حراري ربما لا نساهم فيه، ماشي ربما أكيد لا نساهم فيه لكن نتحمل تبعاته. هذا أيضا ورش اللي خدا إمكانيات كبيرة من طرف يعني بلادنا، وإحنا مستمرين في المجال ديال الاعتماد على الطاقات النظيفة وعلى المياه ديال التحلية وعلى فتح مجالات للفلاحة عبر هذه الآليات الجديدة. هذه كلها إمكانيات اللي خلت بلادنا أنها تواجه مختلف هذه التقلبات وتقر هذه الإصلاحات الاجتماعية. لكن ما هو أكيد هو أن المغرب كيف ما قلت، المملكة المغربية هي مملكة أمة، هي مملكة تتوفر فيها كل عناصر ديال القيم ديال التضامن والتآزر، وهذه أشياء لا تعطى هكذا بالمجان ولكن أشياء اللي موجودة في الفلدئين ديال المغاربة، موجودة في الفلدئين ديال النظام السياسي ديال بلادنا، موجودة أيضا في الثقافة الشعبية اللي متوفرة عند جميع المغاربة. فهذه كلها قوى، وهذه نقاط ديال القوى اللي يستثمرها المغرب من أجل تعزيز هذا النموذج، المحافظة عليه، وأيضا من أجل هذا النموذج ديال القيم أنه يتمدد ويكون نموذج رائد ربما لمجموعة من الدول. طيب نحن نتحدث اليوم عن دولة اجتماعية، ما هي آفاق هذه الدولة الاجتماعية التي هذا الورش يعتبر يعني من أهم المكونات لتعزيز ركائزها اليوم؟ الآفاق هو استكمال الحلقات الأربع، بما أننا نحن في مؤتمر ديال لشين الحلقات فيجب أن نستكمل الحلقات الأربعة. كملنا الحلقة الأولى ديال التغطية الصحية، نحن الآن في الحلقة الثانية ديال التعويضات العائلية، ثم ستأتي الحلقة الثالثة ديال التقاعد، ثم فقدان الشغل. هذه الحلقات الأربعة يجب أن تكتمل لأنها هي صمام الأمان للمجتمع وجميع الطبقات الاجتماعية كيفما كان نوعها داخل هذا الورش تجد نفسها. الطبقات التي كانت مغيبة عن السياسة العمومية خلال السنوات الماضية هي الهشة الآن موضوع هذا النقاش. الطبقات المتوسطة أيضا هناك سياسة اجتماعية التي سوف توجه لها، وأيضا هناك موضوع ديال الاستدامة اللي هو مهم جدا لأنه هذه المرحلة يجب أن نمر إلى مرحلة أخرى وأن نحافظ على هذه المكتسبات خاصة المكتسبات المادية. ما يمكن أن نؤكد عليه هو أن الانخراط في هذا الورش هو انخراط يقوده جلالة الملك، يرعاه جلالة الملك، الحكومة تشتغل عليه بهذا النفس الإصلاحي لأنه المسيرتين يجب أن يسيرا بنفس الإيقاع. المسيرة الاقتصادية يجب أن تسير مع المسيرة الاجتماعية. فالآفاق هي كيف يمكن أن نتحكم في عدد المستفيدين اليوم عبر التقليص وعبر أن يشتغل المصعد الاجتماعي، لأنه حتى من كناخذ يعني العناصر ديال هذا الدعم نجد بأنه في شقه الكبير موجه للأطفال في سن التمدرس ما بين 6 سنوات هو من منذ الولادة، لكن إلى 21 سنة. لماذا؟ لكي نحافظ على الأطفال داخل المدرسة، لكي تكافؤ الفرص والإنصاف في المجتمع، توفر الظروف الاجتماعية والمينيموم ديال مواجهة الحياة يجب أن يتوفر. ثم العائلات يجب والأسر المغربية يجب أن تشعر بما أنها هي النواة الصلبة في المجتمع، يجب أن تشعر بأن عندها قدرة لمواجهة تكاليف الحياة، بأن الدولة تهتم لأمرها، بأنها إلى استثمرت في الأولاد ديالها هذا يمكن يخرجها من الحلقة ديال الفقر، وهذا طبعا عنده عوائد اقتصادية كبيرة جدا غنحاربوا به الهدر المدرسي الذي يكلف الحكومة اليوم مبالغ طائلة، غادي نحاربوا به أيضا، غادي نرفعوا من الناتج الداخلي الخام، غادي نرفعوا من الطلب الداخلي، الإنصاف وتكافؤ الفرص، الطبقات المتوسطة، المنظومة ديال القيم المجتمعية. فهذا ورش نعول عليه كثيرا ليس فقط لمعالجة مشكلات اجتماعية ولكن لمعالجة مشكلات اجتماعية اقتصادية ثقافية، وأيضا لمحاربة كل مظاهر الإقصاء التي يمكن أن تكون في المجتمع. بالنسبة للتحديات التي يمكن أن تطرح عموما أمام أي منظومة اجتماعية كيفما كان نوعها، والموضوع الأول هو موضوع الاستدامة. كيف يمكن للدولة وللحكومة أن توفر الإمكانيات المالية لكي يبقى هذا النظام الاجتماعي مستديم؟ فهذا واحد من التحديات التي استحضرتها الحكومة في تنزيلها لهذا الورش الملكي. أولا كما قال الدكتور مالك، كانت الدولة أو الحكومة تدعم مجموعة من المواد، خرجنا بشكل متدرج يعني سيبتدئ الخروج من هذا الدعم الذي يستهدف بعض المواد الأساسية ابتداء من السنة المقبلة وبشكل متدرج، ولن يطبق إلا في شهر أبريل، حتى مع العلم بأن التعويضات العائلية
سوف يتلقاها الأشخاص المستفيدون منذ دجنبير من هذه السنة. بمعنى سوف نشتغل على مدى 5 أشهر لكي نترك المجال لهذه العائلات لكي أولا تحصل على دعم مباشر، وأن على المستوى النفسي والثقافي أن تتكيف مع هذا الدعم بشكل جديد. فخرجنا من هذا الدعم، هذا سوف نخرج من هذا، لكن بشكل متدرج سوف نحافظ على دعم هذه المواد طيلة السنوات المقبلة، لأننا نفهم بأنه الاقتصاد لكي يضمن الازدهار والتحول من مرحلة إلى مرحلة يجب أن يمر التحول في هدوء. إذن هذا التحدي الأول. ثم قمنا بتجميع جميع البرامج الاجتماعية، لأنه الحكومة كانت تخصص إمكانيات كبيرة جدا في مجموعة من البرامج تيسير لكن محدود الأثر، برامج ديال الدعم في بعض المجالات لكنها محدودة الأثر. عملنا على أولا أن نعرف المواطنين المغاربة الموجودون في هشاشة، نحددهم عبر سجل اجتماعي موحد يحق لجميع المواطنين المغاربة أن ينخرطوا فيه، وهذا السجل هو الذي يحدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم. حافظنا على الدعم الذي وجه للأرامل خاصة الحاضنات للأطفال في سن التمدرس، حافظنا على الدعم في حد أدنى بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال معاقين لكي نواكبهم ونساهمهم معهم في تنشئتهم. قدمنا دعم مباشر للنساء الحوامل شريطة المواكبة الطبية لكي نحافظ على صحة الأم وصحة الجنين، وهذا مهم في السياسات العمومية. لكن بخصوص التحديات التي طرحها الأستاذ مالك، موضوع القطاع الغير مهيكل، صحيح المغرب من الدول التي بدأت الاشتغال في مسار هيكلة اقتصادها، لكن نعي داخل الحكومة بأن معالجة القطاع المهيكل الغير مهيكل لا يمكن أن تأتي من تدخل واحد. خصصنا مجموعة من التدخلات، قانون المالية لهذه السنة 2024 عملنا فيه مجموعة من الإجراءات الضريبية التي سوف تدفع مجموعة من المقاولات ومجموعة من الأشخاص الذين يشتغلون في القطاع الغير مهيكل نحو القطاع المهيكل. هل سرعت فترة كورونا كذلك في هذا المسار؟ نسبيا. موضوع الحماية الاجتماعية أيضا في شقه المرتبط بالتغطية الصحية، هذه القطاعات التي كانت في القطاع الغير مهيكل اليوم انخرطت داخل النظام المهيكل وبدأت تدريجيا تنخرط في المجال الاقتصاد المهيكل، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية لفائدة هؤلاء الصناع التقليديون والمهن الحرة ومجموعة من القطاعات التي كانت تشتغل في القطاع الغير مهيكل لكي تندمج في القطاع المهيكل. القطاع الدوائي والذي تكلم عليه والذي يعتبر واحد من التحديات العالمية المطروحة جميعا أمام الدول، الحكومة هذه سنتين وهي تشتغل على منظومة جديدة للمنظومة الصحية تتأسس حول جهوية كاملة للقطاع الصحي. اليوم جميع جهات المملكة هذه السنة سوف تصبح تتوفر على مستشفيات جامعية، على كليات لتكوين الأطباء والممرضين، وأيضا على مؤسسة وطنية كبرى تهتم بالسياسة الدوائية، وهنا سوف يتم العمل على تعزيز هذه الجانب المرتبط بالدواء الجنيس، لأننا نعرف أيضا لأن هذا الدواء الجنيس سوف يتدخل في استدامة صناديق الحماية الاجتماعية، لأننا نعرف بأن تكلفة الدواء هي الأخرى يجب أن نتحكم فيها في المستقبل لكي نضمن الاستدامة. إذن هذه التحديات التي تحدث عنها دكتور مالك الحكومة تعي بها وتضعها وفق استراتيجية واضحة للاشتغال عليها في المدى القريب جدا. شكرا لك معالي الوزير. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.